أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع هذه التغطية الإخبارية المتواصلة لآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي هذه الساعة نخصصها للتوترات عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية أعدت ملاجئ جماعية لسكان الشمال تحسبا لاندلاع حرب شاملة مع حزب الله اللبناني خلال الفترة المقبلة. وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية انتهت من شراء نحو 80,000 صندوق من المواد الغذائية لاستخدامها في الملاجئ حال اندلاع الحرب، كما نقلت وسائل الإعلام عن قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال أنه يتم حاليا تعزيز الاستعدادات لاحتمال شن هجوم على لبنان. تصعيد إسرائيلي على الجبهة الشمالية، حيث تجاوزت الاستهدافات الإسرائيلية ما يعرف بالخطوط الحمراء لقواعد الاشتباك مع حزب الله اللبناني. التصعيد الإسرائيلي تمثل في تصريحات عدد من قادته العسكريين، حيث أعلن قائد القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردن أن هناك تعزيزات مستمرة تجرى في إطار الاستعداد لشن هجوم على لبنان. وخلال زيارة للجليل الغربي قال جوردن إن السلطات الإسرائيلية ملتزمة بتغيير الوضع الأمني بالشمال من أجل إعادة السكان إلى منازلهم. تصريحات جوردن جاءت عقب تسريبات لوسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي كلف قادة بالجيش بإعداد خطط لهجوم بري على لبنان. وتزامناً مع هذه التصريحات شهد الوضع الميداني تطورات عدة، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز قيادة لحزب الله جنوب لبنان، فيما شنت طائراته الحربية غارة على بلدة عيت الشعب في الوقت الذي تعرضت فيه بلدة ميس الجبل لقصف مدفعي. وفي تطور آخر، أعلنت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل أن قوة مشتركة من يونيفيل والجيش اللبناني تعرضت لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي. في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع زبدين في مزارع شبع المحتلة بالأسلحة الصاروخية. الحزب أكد أيضاً أنه نفذ رشقة صاروخية على مواقع إسرائيلية، لافتاً إلى تصديه لمسيرة إسرائيلية على الحدود وإجبارها على التراجع. هذه الحرب المفتوحة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والتي تجاوزت قواعد الاشتباك رفعت أعداد النازحين من الجنوب اللبناني إلى أكثر من 100,000. ومع هذه التطورات يحذر مراقبون من نفاد الوقت أمام حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ما ينذر بأيام أكثر توتراً وأشد قسوة. حول هذه التطورات ينضم إلينا من حيفا أمير مخول الكاتب والباحث السياسي. طرح سؤال في نهاية هذا التقرير سيد أمير، هل انتهت الحلول الدبلوماسية لتهدئة الأمور على الحدود الإسرائيلية مع لبنان؟ انتهت، هي تسير بمسار موازي للتصعيد العسكري. التصعيد لا يزال مضبوطا إلى حد كبير، ويأتي ضمن ما يسمى دون مستوى الحرب المفتوحة والشاملة. وهذا أيضا يكون التصعيد هو جزء من الدبلوماسية
بالقصف، دبلوماسية بالصواريخ، ودبلوماسية بالاستهدافات. فهذه قد تدفع نحو تقريب أو تعزيز الدبلوماسية نفسها. في المقابل طبعا هناك واضح أن هناك المخاطر جدية، وقد تنزلق الأمور، وليس فقط أنه يكون قرار مسبق، قد تنزلق الأمور. إسرائيل لديها بعض أكثر من هدف في هذا الموضوع. أولا هدف استراتيجي، وهو تفتيت ما يسمى وحدة الساحات أو استراتيجية وحدة الساحات، وأيضا تسديد ضربة في حزب الله في الجنوب اللبناني ودفعه إلى الشمال من أجل عودة نازحية ومن أجل ضمان أمان. أعتقد لكن المعادلات هي ليست فقط في يعني في السيطرة الإسرائيلية وحدها، وإنما كل طرف يخشى الطرف الآخر بدون شك، وكل طرف لا يستطيع أن يتوقع ما هي النتائج وكيف ستنتهي الأمور وكيف ستكون خلال الحرب إذا جرت حرب. لكن الدفع في هذا الاتجاه الآن يعزز ويكثف الجهود الدبلوماسية ولا يلغيها. نعم، لكن ماذا عن تجاوز قواعد الاشتباك مع زيادة هذه التوترات؟ نتحدث بأن ربما كانت هناك قواعد محددة وقوات اليونيفيل تعمل على تهدئة هذه التوترات طيلة السنوات الماضية، لكن الآن ربما الأمر تجاوز هذه القواعد، إلى أين يمكن أن يصل؟ لا أنا أعتقد أنه منذ أكتوبر كان هناك تجاوز لقواعد الاشتباك حين بدأت القصف في العمق هنا والعمق هناك، احيانا تزداد هذه التجاوزات، لكنها تبقى في حدود الضبط الاستراتيجي لحد الان. يعني هذه المعركه مواجهه في حال جرت حرب مفتوحه ستكون اكثر بكثير من حدود الجبهه الشماليه ايضا، لانها تعني بحرا وجوا وبرا، وكل طرف يعد للطرف الاخر. لذلك لا أعتقد أن هناك تجاوزات جوهرية في هذا الموضوع، قد تكون تجاوزات كمية، تجاوزات في نوعية أحيانا، لكنها لا تغير من جوهر المعادلة القائمة لحد الآن، إلا إذا انزلقت الأمور أو إذا كان هناك قرار في الدخول في حرب مفتوحة، وهذا عندها سيكون واقع آخر تماما. أرجو أن تبقى معنا سيد أمير لنتحول إلى مراسلتنا في القدس المحتلة دناب وشمسية، لتطلعنا على آخر المستجدات فيما يتعلق بهذه التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ما هي الخطط الإسرائيلية التي تعمل عليها الجبهات، خاصة الجبهة الداخلية، والإعداد لملاجئ فيما يتعلق بسكان الشمال؟ نعم، بعد التحية دعنا نتحدث عن التطورات الميدانية. الآن في بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي كان قد قال بأنه رفض إطلاق 35 صاروخا من جنوب لبنان واعترض جزء منها، فيما كان هنالك تقديرات من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ونقلت عن مصادر هناك بأن كان هنالك رشقة صاروخية صبيحة هذا اليوم ضمت ما لا يقل عن 50 صاروخا، حيث استهدفت واستهدفت 20 قذيفة صاروخية القاعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي على جبل الجرمق، وكانت صفارات الإنذار قد دوت في العديد من المرات منذ صبيحة اليوم حتى هذه اللحظة في الجليل الأعلى. وأعلن حزب الله في المقابل أنه قصف مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشيا، وذلك ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها كان استهداف عائلة بأكملها في مناطق جنوب لبنان. ونتحدث أن كان هنالك توترات منذ صبيحة هذا اليوم من خلال الطيران الاستطلاعي التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، والذي حلق في مناطق مختلفة من المناطق الحدودية اللبنانية، وكانت هذه الطائرات قد حلقت وصولا حتى مشارف مدينة سور. و طيلة الليل وفجر اليوم كان هنالك إطلاق قنابل ضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. هذا تزامن أيضا مع استعدادات إسرائيلية وتخوفات إسرائيلية من أن يكون هنالك تصعيد محتمل على الحدود مع لبنان، وهذا انعكس منذ شهر يناير، وهنالك في الأنباء الإسرائيلية حديث عن أنه سيكون هنالك تصعيد محتمل. لذلك
كانت قد شارعت المنظومة الأمنية والإسرائيلية بأن يكون هنالك شراء للطرود الغذائية خوفا من تصعيد محتمل. ونتحدث أن كان في يعني في منذ شهر أكتوبر وحتى اللحظة إجلاء ما يزيد على 70,000 مستوطن من المناطق الحدودية الشمالية، ولكن هذه التجهيزات من طرود غذائية من تجهيز الملاجئ هي من تبقى من المناطق الأبعد عن الحدود اللبنانية. لماذا كانت المصادر الإسرائيلية تتحدث عن تلويح في هذا التصعيد، وخاصة بأن كان هنالك تلويح من قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم بري على الأراضي اللبنانية بهدف تغيير الواقع الأمني كما نقلت هذه المصادر الإسرائيلية في المنطقة الحدودية، وبهدف إعادة سكان المنطقة الذي نزحوا منها في ظل المواجهات المتصاعدة بين حزب الله وجيش الاحتلال على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة. جاء هذا التلويح خلال اجتماع عقد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي مع منسقي الأمن في قرى وبلدات الجليل الغربي، وقال فيه بأنه نحن نعزز باستمرار الاستعدادات للانطلاق إلى هجوم في لبنان، وإننا ملتزمون بتغيير الوضع الأمني لإعادة السكان في ديارهم. في بيان لافت أمس أيضا الجيش الإسرائيلي قال بأن هنالك سنعمل على تعزيز العلاقة بين قيادة المنطقة الشمالية والمجالس المحلية والإقليمية وسكان المنطقة لتقدير الموقف الحالي، وسنتخذ مجموعة من الإجراءات لتسريع الاستعداد لمواصلة بل وتكثيف القتال في الجبهة الشمالية. وقال بأن هنالك العديد من الإنجازات التي نفذت خلال المعركة الحالية وتم إجبار العدو، ويقصد بذلك حزب الله على التراجع وإلحاق الخسائر الجمة في بنيته التحتية وقدراته ومناطق تواجده، وإننا نعمل باستمرار لاستعدادات الانطلاق إلى هجوم في لبنان حتى يتسنى لنا إعادة السكان أي النازحين إلى ديارهم. وتحدث أيضا بعض المصادر سواء العربية أو الإسرائيلية فيما يتعلق في الحل الدبلوماسي والمتمثل في إجبار حزب الله إلى التراجع إلى بعض كيلومترات إلى داخل الأراضي اللبنانية. كان هنالك في الأوساط الإسرائيلية الحديث عن مهلة إسرائيلية محددة للتوصل إلى تسوية سياسية، وإلا سيكون هنالك ذهاب إلى الخيار العسكري الذي تحدثنا عنه. وفي المقابل في مصادر عربية كانت وفلسطينية كانت قد نفت بأن حزب الله قد تسلم أي مهلة لهذا التراجع، لذلك فكل السيناريوهات تبقى مفتوحة والخشية موجودة بالفعل من تصعيد واتساع رقعة المواجهة في ظل استمرار العدوان على أهلنا في غزة وإطلاق النار عند الحدود الشمالية. وهنالك ربط إسرائيلي بأن لربما يكون حتى وإن ذهبت إسرائيل إلى صفقة أو إطار تفاهمي لهدنة إنسانية في غزة لربما تستمر إطلاقات النار على الحدود الشمالية، ولن تنتهي هذه الحرب في مجرد انتهاء الحرب على غزة. أرجو أن تبقى معنا دانا أبو شمسية لنعود إلى ضيفنا من حيفا السيد أمير مخول. سيد أمير، ربما استمعت إلى هذه التطورات على لسان مراسلتنا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، تتحدث عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، استهداف قاعدة الجرمق، قاعدة ميرون. هناك أيضا تطورات عسكرية مستمرة ومتلاحقة من الجانبين، بالإضافة طبعا إلى استهداف إسرائيل لمواقع داخل الجنوب اللبناني. هناك سيناريوهات مختلفة كما ذكرت دانا من قبل الجانب الإسرائيلي، أي هذه السيناريوهات ترجح أن يتم اتباعه في الفترة المقبلة؟ يعني الدلائل الأساسية أنه إسرائيل لا ترى نهاية للحرب في غزة قريبا، ولن تنهيها ولن تخرج، وستواصل وجودها في غزة حتى وقت يتحول إلى احتلال. وهذا يعني أنه الجبهة ستبقى مشتعلة، والجبهة الشمالية التي أعلنت كجبهة إسناد أيضا ستبقى مشتعلة بهذا المفهوم. وهذا يؤكد أنه يعني أحد دلالاته هو المماطلة في موضوع الصفقة، في موضوع الهدنة، وحتى في موضوع إدخال المساعدات الإنسانية. لذلك السيناريوهات المحتملة هناك احتمال أنه تشتعل الجبهة، يعني ليس خارج أي احتمال. لكن التقديرات أنه يعني موضوع استراتيجي من هذا النوع، حرب صعبة طبعا ليست متكافئة في نهاية المطاف،
او في يعني في من ناحيه القوه الانسانيه والجيش، لكنها حرب صعبه جدا لا تستطيع اسرائيل تتحمل عواقبها. قد يحدث ذلك انه يكون جديا، لأن الحرب هي تحقيق هدف سياسي وتحقيق يعني واقع استراتيجي مختلف. نعم. هذا ليس مضمونا الان ولا باي شكل. وهذا يبدو انه مشان من هون يعني نسمع كثير من التصريحات انه الخيار الاخير هو الخيار العسكري، لكن نفضل الخيارات السياسيه. واعتقد ان اسرائيل ايضا تضغط في هذه الدخول في تعميق قصفها، ايضا تضغط على الحكومه اللبنانيه وعلى لبنان ككل كدوله من اجل يعني خلق حاله لبنانيه داخليه تسعى الى انهاء هذا المواجهة العسكرية. لكن السؤال الأهم الذي يدور الآن هو هل ما يتم من توترات سيكون مرتبط فقط بما يحدث في قطاع غزة، أم أن إسرائيل ترغب في تقليم أظافر حزب الله بشكل أكبر وشن عملية عسكرية لتقليل قدراتها التي ظهرت جليا في الفترة الماضية بأنه استطاع أن يمتلك قدرات عسكرية أكبر مما كان يمتلك في السابق؟ يعني قبل الحرب، قبل 7 اكتوبر، عمليا اسرائيل كانت بجهوزيه عاليه جدا في الحدود الشماليه كما تقول، وكانت باخفاق بالجهوزيه في الجبهه الجنوبيه تجاه غزه. لكن هذه الجهوزيه في الشمال تعززت الان، وبدون شك انه صعب اليوم حرب مفاجئه لم تعد بامكانيه وارده. اسرائيل ترى انه من حيث رؤيتها انه تريد ان تنهي موضوع الترابط بين الجبهات المختلفة، تريد أن تنهي موضوع الترابط بين الضفة الغربية وغزة، بين الداخل وغزة، بين لبنان وغزة، وبين اليمن وغزة إذا استطاعت. لكن تريد ذلك لأنه عمليا إذا بقيت هذه الجبهات مفتوحة ترى بها إسرائيليا التقديرات الإسرائيلية انتصارا لإيران، وفقا للتقديرات هذه بأن عمليا قامت في تفعيل وتحريك قوى مختلفة في المنطقة من أجل محاصرة إسرائيل وتطويقها. إسرائيل لا تستطيع أن تعيش في طوق لمدة طويلة، وهذا كان في قبل 67 وبعد 67. وربما هذه الجبهات وأن تفتح معنا، وهذا ما كان يحذر منه الكثير من المسؤولين الأمنيين داخل إسرائيل. أشكرك شكرا جزيلا سيد أمير مخول الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. ونعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى مراسلتنا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية. دانا، تحدثت أن إسرائيل ترغب في تغيير الواقع الأمني في الشمال، ماذا يعني بالتحديد هذا التغيير؟ هل يعني شن مزيد من العمليات، أم أن ربما فقط يتوقف عند تأمين الحدود مع الحدود الجنوبية للبنان؟ التهديدات المستمرة على لسان المسؤولين الإسرائيليين ينذر بأن هنالك نية إسرائيلية فعلية في التصعيد في لبنان، وليس فقط إبعاد حزب الله عن بعض الكيلومترات عن الحدود الشمالية، ولكن ربما هذا يتماهى ويندرج تحت الأهداف التي وضعتها المؤسسة الأمنية والسياسية العسكرية الإسرائيلية في أهداف قطاع غزة، بأن لا تشكل قطاع غزة خطرا يهدد أمن إسرائيل في المستقبل كما شابه وكما جرى في 7 أكتوبر. لذلك كل هذه التهديدات وكأنها تتشابه مع الأهداف الرئيسية في قطاع غزة، بأن لا تشكل الحدود الشمالية مع جنوب لبنان أي تهديدات أو خطر على السكان في الحدود الشمالية الإسرائيلية، وهذا بسبب تعنت ورفض سكان المناطق التي تم إجلاءهم منها للعودة إلى المناطق والحدود الشمالية مع استمرار هذه الرشقات الصاروخية المتكاثفة والمكثفة التي تحصل في الأيام الأخيرة. في المقابل في الجانب السياسي تتغنى إسرائيل بأنها تسعى للتواصل إلى حل أممي متمثل وحل دبلوماسي متمثل في ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على لبنان لإبعاد حزب الله عن بعض الكيلومترات، ولكن هذا كما ذكرنا كل هذه السيناريوهات مفتوحة ومحتملة، ولكن هنالك تهديد على المستوى العسكري، وكانت على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال بأن مصير بيروت سيكون كمصير غزة إذا ما استمرت هذه التهديدات أو إذا ما تحولت مرحلة الاستفزازات من حزب الله إلى مرحلة تهديدات، وإن شعرت إسرائيل
بالخطر المحدق تجاه بلداتها وحدودها الشمالية، فأنه سيكون هنالك قصف يصل إلى بيروت، وهذا تهديد واضح من قبل المنظومة العسكرية. في المقابل هنالك تهديدات على المستوى السياسي، ولكن بعض الترجيحات تقول بأن الترجيحات الفلسطينية تحديدا والعسكرية بأنه في حال تم التوصل إلى هدنة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار هناك، هذا سيندرج وسينعكس بهدوء على المناطق والحدود الشمالية، وبأن استمرار الحرب في غزة يعني استمرار جبهات الحرب في الحدود الشمالية في الضفة الغربية وفي القدس. أشكرك شكرا جزيلا دنا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. استشهد 5 مواطنين لبنانيين وأصيب 9 آخرون في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف منزلا في حي العين وسط بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة الإسرائيلية تسببت بتدمير المنزل بشكل كامل، كما أسفرت عن وقوع خسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة. وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال نفذ غارة جوية استهدفت بالصواريخ مرتفعات إقليم التفاح. ينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، ماذا عن هذه التطورات أحمد في الجنوب اللبناني؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل الساعات الماضية منذ مساء أمس شهدت تصعيدا كبيرا في الجبهة الجنوبية اللبنانية، وذلك بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في بلدة خربة سلم في الجنوب اللبناني التي تقرب أو تقع على مسافة قريبة من بلدة تبنين، علما بأن بلدة خربة سلم لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم استهدافها بغارات جوية إسرائيلية، حيث أنها البلدة التي تم اغتيال قيادي في حركة حماس في حزب الله فيها في شهر يناير الماضي، وهو القيادي في حزب الله وسام الطويل في شهر يناير عبر استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية. مساء أمس أيضا تم استهداف منزل بمسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين، مما أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى من بينهم 3 نعاهم حزب الله في بيانات متتالية مساء أمس. لم تكن هذه هي الغارات الجوية الوحيدة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية، كانت هناك غارة منذ قليل على بلدة الهبرية في الجنوب اللبناني وعدد من البلدات اللبنانية الأخرى التي تعرضت إلى قصف مدفعي من قبل مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل أعلن حزب الله أنه في 9:15 من صباح اليوم نفذ عملية وأطلق عشرات الصواريخ الكاتيوشا باتجاه مستعمرة ميرون التي تقع في الشمال الإسرائيلي، علما بأن هذه أيضا ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله مستعمرة ميرون، إذ سبق أن استهدفها 3 مرات في أوقات سابقة منذ بمطلع العام الجاري وحتى اليوم، علما بأن هذه المستعمرة لا يتم استهدافها إلا ردا على عمليات كبرى ينفذها الجيش أو جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وبالتالي هناك ربما هذه العمليات تنذر بمزيد من التصعيد، وخصوصا بعدما سمع قبل قليل دوي إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية سيعلن عنها الحزب في بيانات لاحقة اليوم. نعم، يعني استهداف قواعد عسكرية بعينها الجرمق وقاعدة ميرون وما استهدفها حزب الله أكثر من مرة، في المقابل هناك تحركات إسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية أحمد لشن عملية عسكرية موسعة كما يقول قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، هل هناك استعدادات في المقابل من حزب الله ما إذا شنت إسرائيل هذه العملية العسكرية؟ بالتأكيد أكد حزب الله اللبناني أنه مستعد لأي تصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية، معتبرا أن كافة العمليات التي ينفذها تأتي في إطار رد الفعل وفي إطار القاعدة التي تحدث عنها الأمين العام للحزب، وهي قاعدة المدني بالمدني والتصعيد مقابل التصعيد وأيضا الدخول في العمق مقابل الدخول في العمق، علما بأن العمق وصل إلى مدى لم يصله من قبل
خلال الأيام وخلال الساعات القليلة الماضية عبر عمليات الاستهداف. فبالتالي أيضا كان هناك تصريح لافت لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في مجلس النواب النائب محمد رعد، حينما قال إن مخازن الأسلحة الخاصة بالحرب المفتوحة مع إسرائيل لم تفتح بعد، في إشارة إلى أن الحزب لديه العديد من الخيارات في حال اختيار إسرائيل التصعيد في الجنوب اللبناني والخوض أو دخول مواجهة شاملة مع الدولة اللبنانية في هذا التوقيت. وبالتالي هناك بالفعل استعدادات أيضا في الجنوب تحسبا لأي عدوان شامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. نعم، ما التفاصيل حول ما قالت عنه اليونيفيل بأن قوة مشتركة منها ومن الجيش اللبناني تعرضتا لهجوم إسرائيلي في الساعات الماضية، وأيضا هناك حديث عن الرد على هذا الهجوم؟ نعم، بالفعل هناك العديد من الدوريات التي تسيرها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني، وأثناء سير إحدى الدوريات بالأمس تعرضت إلى نيران أسلحة رشاشة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب في حادث ربما يشكل نقطة تحول رئيسية في العمليات في الجنوب اللبناني. كانت على مدار الشهور الماضية دوريات اليونيفيل ودوريات الجيش اللبناني في أمان عن عمليات القصف وعمليات الاستهداف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بالأمس طالت نيران جيش الاحتلال، طالت قوات أممية وقوات للجيش اللبناني، وهو ما حذرت منه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وحذرت أيضا من مغبة التصعيد الكبير الذي يجري على الحدود الجنوبية اللبنانية، وكما حذرت أيضا من استهداف المدنيين، معتبرة أن استهداف المدنيين والأطفال مثل ما حدث على مدار الأسابيع الماضية في جنوب لبنان، اعتبرت أن هذا الاستهداف هو يندرج تحت جرائم الحرب. أيضا استهداف القوات الأممية في الجنوب يندرج تحت جرائم الحرب، وأيضا يضع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحت طائلة القانون الدولي الذي ينص على ضرورة احترام هذه القوات الأممية، وخصوصا أن الوظيفة الأساسية لها في الجنوب اللبناني هي حماية الأمن والسلم، وأيضا الوظيفة الأساسية لها هي حلقة وصل ما بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي لبحث سبل التهدئة وخفض مستوى التصعيد، كما أنها أيضا تقوم بدعم السكان المحليين في الجنوب اللبناني الذين يعانون على مدار الأشهر الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي دمرت المنازل ودمرت أيضا البنى التحتية ودمرت قطاعات كبيرة من الأراضي الزراعية في الجنوب اللبناني. فيما يتعلق بسبل التهدئة أحمد، هل استقبلت الحكومة اللبنانية أي ردة أو ردود فعل من المبعوث الأمريكي بعد زيارته لإسرائيل؟ هل هناك من سبل للتهدئة بين الجانبين بهذه الوساطة الأمريكية والمساعي الأمريكية؟ نعم، لم تتلقى الحكومة اللبنانية أي رد من المبعوث الأمريكي عموس هوكشتاين بعد مغادرة إسرائيل، رغم أن هناك تفاؤل كبير بالزيارة التي قام بها أموس هوكشتاين للعاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي. ربما هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب اللبناني عن تفاؤل جراء المبادرة التي حملها هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وأيضا لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيفون. ولكن في هذه المبادرة، رغم أن هذه هي الزيارة الثالثة لأموس هوكشتاين منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، ولكنها كانت الزيارة الأكثر جدية وفقا للوصف الذي تحدثت به مصادر مطلعة في عين التينة في مقر مجلس النواب اللبناني عن هذه الزيارة وعن هذه المبادرة. فكل هذه الآمال تبددت بعد مغادرة أموس هوكشتاين لإسرائيل دون التوصل إلى أي اتفاق أو إلى أي تسوية، علما بأن هذه المبادرة وفقا للمصادر أيضا كانت تتضمن الحفاظ أو ضمان عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم في الشمال الإسرائيلي، وأيضا عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم، وأيضا الشروع في عملية تنموية شاملة في قرى وبلدات الجنوب اللبناني جراء التي تضررت بشكل كبير جراء القصف الإسرائيلي لهذه البلدات على مدار الشهور الماضية. أحمد سنجاب مراسل القناة الإخبارية من بيروت، شكرا جزيلا لك.
ينضم إلينا من بيروت صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية. أهلا بك أستاذ صلاح. هل نحن أمام نذير حرب واسعة بين حزب الله وإسرائيل في ظل هذه الاستعدادات الإسرائيلية من خلال إنشاء أو تدعيم الملاجئ، نشر قوات إضافية، اجتماعات أمنية وعسكرية إسرائيلية لدراسة الموقف مع الحدود اللبنانية وشن عملية محتملة ضد حزب الله؟ بالواقع منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة هناك محاولة إسرائيلية لاستدراج لبنان إلى أيضا حرب مفتوحة على الحدود الجنوبية، ولكن حتى الآن حزب الله يمارس يتقيد بقواعد الاشتباك في المناوشات اليومية التي تحصل مع الجانب الإسرائيلي، يركز ضرباته على الأهداف العسكرية بمعظمها ثم يرد على بعض الضربات على المدنيين والقرى اللبنانية باستهداف بعض المستوطنات المجاورة للحدود اللبنانية. هذا الواقع، يعني لبنان حكومة وشعب وحزب الله وكل القوى السياسية اللبنانية لا ترغب في الدخول في حرب بالتوقيت الإسرائيلي حاليا، لأنه كما نعلم يعني الفريق نتنياهو المتطرف في السلطة يحاول أن يفتح جبهة الشمال منذ الأسابيع الأولى لاندلاع حرب في غزة، ولكن الضغوط الأمريكية والأوروبية كانت تمارس على تل أبيب بشكل كثير قوي لمنع توسع الحرب باتجاه لبنان حتى لا تتحول إلى حرب إقليمية في المنطقة وتهدد الأمن والسلام في كل المنطقة. وبالتالي المحاولة الإسرائيلية الجديدة اليوم بالتصعيد هي نوع من أيضا مناورة جديدة لاستدراج لبنان إلى مثل هذه الحرب المفتوحة، ولكن أنا أعتقد أن الجانب اللبناني يعني على وعي تام أنه لا يفوت الفرصة على الجانب الإسرائيلي، لأن الحرب حاليا ستكون حرب دمار متبادل على الجهتين. هذه المرة هذه التهديدات الإسرائيلية الجوفاء بأن بيروت ستصبح مثل غزة لا قيمة لها مقابل الرد الذي سيقوم باللبناني بالمقابل، والذي سيكون مدمرا أيضا لما البنى التحتية في الجانب الإسرائيلي وخاصة في مطار تل أبيب والميناء حيفا وبعض الأهداف الاستراتيجية يعني في الدولة الصهيونية. وبالتالي يعني لن تكون نزهة هذه المرة الحرب أو العدوان الإسرائيلي على لبنان. لذلك أنا أعتقد أن القيادة العسكرية كما متابع في الإعلام الإسرائيلي تعارض شن أي دخول أي حرب مع لبنان، ولكن تحافظ على قواعد الاشتباك الحالية، في حين أن الفريق السياسي حول نتنياهو بن غفير وسموريتش والأحزاب اليمينية المتطرفة يريدون أن يفتحوا هذه الجبهة لتغطية الإخفاقات الكبيرة لحربهم على غزة بعد 5 أشهر، وبدأت الحرب دخلت شهرها السادس ولم تحقق أهدافها، وهذه لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني يخوض حربا طويلة ودون أن يستطيع أن يحقق أي من أهدافها. أنا أعتقد أن الوضع على جانب كبير من الخطورة، ولكن يجب أن نترقب الساعات القليلة المقبلة حتى نرى كيف ستصير الأمور في حال أصر الجانب الإسرائيلي على الفتح هذه الجبهة مع لبنان على بصيغة حرب مفتوحة. نعم، هل هناك علاقة ارتباط ما بين استمرار الحرب أو توقف الحرب في قطاع غزة وبين هذه التوترات والإطلاق المتبادل؟ حزب الله على منذ المهنة الأولى في غزة أنه يتقيد بكل هدنة غزة، وبالتالي يعني انتهاء الحرب أو وقف إطلاق النار في غزة حزب الله سيتقيد به في جنوب اللبناني، ولكننا نسمع أصواتا في تل أبيب بأن الهدنة لن تطبق على الوضع اللبناني، هي فقط معنية بالغزة، وسيبقى الوضع اللبناني على الحدود مع لبنان
مفتوحا للعمليات العسكريه. هذا ايضا جزء من المحاوله الاسرائيليه لاستدراج لبنان لمثل هذه الحرب بهذا التوقيت بالذات، ولبنان الذي يحاول ان يتجنب الدخول بهذه الحرب بهذه الفتره. يعني الاسرائيليه التي تحاول ان يعني توسع نطاق حرب غزه لاستدراج مزيد من التأييد الأمريكي والغربي والحكومة الحالية. إذا ما تفجر الوضع أستاذ صلاح على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هل نحن أمام تكرار لسيناريو 2006 أم أن الوضع كما تقول بأنه ربما سيصل إلى ما هو أبعد وأوسع من ذلك بكثير، خاصة وأن حزب الله يتحدث أنه لم يستخدم مخزونه من الأسلحة بعد؟ بالواقع الواقع العسكري حاليا يختلف جدا عن ما كان عليه عام 2006 في حرب تموز 2006. يعني في حرب تموز 2006 لم يكن لدى حزب الله الأسلحة المضادة للطيران، لم يكن لديه مسيرات الانقضاضية والاستراتيجية، ولم يكن لديه أيضا صواريخ دقيقة التصويب وتوجه بالرادار وتصيب أهدافها بدقة. يعني وبالتالي الكلام حاليا عن تهديم بيروت أو على خسائر فادحة في الجانب اللبناني لن يكون كلاما دقيقا من الجانب الإسرائيلي، هو كلام شعبوي أكثر مما هو كلام يعبر عن أمر الواقع. أنا كما قلت ستكون حرب دمار على الطرفين، وهذا ما وصفته إسرائيل بأنها ستكون حرب شاملة. أستاذ صلاح، يعني ماذا كانت تعني إسرائيل بأن تكون هذه الحرب حرب شاملة؟ هل هي قادرة على فتح جبهات مع حزب الله؟ لأنه ربما هناك علاقة طردية، إذا ما فتحت جبهة حزب الله فهناك المقاومة الإسلامية في العراق، هناك أيضا مقاومة في سوريا، هل هذه الجبهات المدعومة من إيران ستفتح مرة واحدة؟ لأن ربما في قطاع غزة كانت تعول حركة حماس كما تقول بعض الوثائق أو بعض التصريحات من مسؤولي حماس أنهم كانوا يرغبون في أن يكون هناك دعم أكبر من قبل حزب الله في هذه الحرب، لكن ما إذا شنت إسرائيل حربا على حزب الله ستفتح بقية الجبهات على مصراعيها بشكل أكثر ضراوة؟ أصبح معروفا أن ثمة تفاهم أمريكي إيراني على إبقاء الحرب في إطار غزة وإبقاء الجبهات الأخرى بإطار المساندة الخفيفة، وبالتالي ما شاهدناه في تحييد الحشد الشعبي في العراق، في إبقاء حزب الله في إطار قواعد الاشتباك الحالية، سقوط الجبهة في سوريا، حتى تحرك الحوثيين في البحر الأحمر بقي محدودا، هذا بقي تحت السيطرة سيطرة التفاهم الأمريكي الإيراني، ولكن في حال شن حرب على لبنان هذا التفاهم سيسقط، خاصة وأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعارض فتح هذه الجبهة باتجاه لبنان لإدراكها تماما بتداعياتها على وضع المنطقة من خلال اشتعال هذه الجبهات ما نسميها نحن في لبنان محور الممانعة، وهي الحلفاء حزب الله وإيران في المنطقة، وبالتالي لن تبقى المعركة محصورة في الحدود اللبنانية، وهذا ما كان يقصد به من أن تتحول إلى حرب إقليمية. بقية الجبهات ستشارك بشكل أو بآخر وبشكل أعنف بكثير مما شاهدناه خلال معركة غزة، لأن الأسلحة المتوفرة لدى حزب الله وحرية الحركة وحرية المساحة المناورة العسكرية والتزود بالذخيرة والسلاح أوسع بكثير مما هو متوفر لحركة حماس في غزة المحاصرة من كل الجهات، يعني وفي حين أن خطوط الإمدادات مفتوحة باتجاه لبنان وقواعد حزب الله. الوضع مختلف تماما ما بين قطاع غزة المحاصر وحزب الله في لبنان، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن، ولبنان يعاني الكثير من المشكلات أستاذ صلاح في هذه الفترة، ورغم وجود الجيش اللبناني وجود قوات اليونيفيل، لكن لم يفلح بشكل كبير في بسط السيطرة، في تهدئة الأمور، في التوصل إلى اتفاق
التهدئة ما بين الأطراف حتى وبعدما دخلت الولايات المتحدة على الخط وأرسلت مبعوثا لها، لم يتلقى لبنان أي ردود حول هذه التهدئة أو السبل للوصول إليها، فكيف يمكن وضع تحركات أخرى للجانب اللبناني في هذا الصدد تحديدا؟ الوسيط الأمريكي أموس أوكشتاين حمل معه مشروع لتهدئة الجبهة على الحدود الجنوبية، ولبنان وافق على الخطوط العريضة لهذا المشروع واشترط التنفيذ بمقابل موافقة الجانب الإسرائيلي. ذهب أوكشتاين إلى تل أبيب واجتمع مع أصحاب الشأن بتل أبيب، ولكنه لم يعد بجواب من الطرف الإسرائيلي، لأن الطرف الإسرائيلي لم يوافق على خطة أوكشتاين. يعني وما زال كما قلت أنا قبل قليل، الفريق اليمين المتطرف في السلطة الإسرائيلية يحاول أن يجر يخوض يفتح حربا الجبهة في الجنوب اللبناني، وبالتالي لم يوافق على اقتراحات أوكشتاين بتهدئة الوضع جنوبا. فكان أن ذهب أوكشتاين إلى واشنطن ولم يعد إلى بيروت كما كان منتظرا، في حين أنه أيضا كان أحد مساعديه موجود في بيروت بانتظار الأجوبة الإسرائيلية لإبلاغ إلى الجانب اللبناني، ولكن أيضا عندما فشلت مهمته في تل أبيب ذهب مساعده أيضا إلى واشنطن. إذن لبنان لا يتحمل مسؤولية أي تدهور في الوضع العسكري على الحدود الجنوبية مع الجانب الإسرائيلي، لأن لبنان أقام أولا بمرحلة القبول بكل اقتراحات التهدئة، ثانيا لبنان هو البلد المعتدى عليه، إسرائيل ما زالت تحتل بعض أراضيه، وبالأمس أيضا تجاوزت القوة الإسرائيلية الخط الأزرق وأطلقت النار على دورية للجيش والقوات اليونيفيل الدولية. فإذن لبنان يقوم بوضع حماية حدوده وتهدئة حدوده، ولكن الجانب الإسرائيلي مصر على التصعيد بهذا الشكل الذي نراه. أمام هذا التصعيد لابد أن يكون هناك رد، كما حصل اليوم بالنسبة لرشقات الصواريخ الكاتيوشا على بعض المستعمرات الإسرائيلية وخاصة تابلون، لأن الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرة لم تتقيد بقواعد الاشتباك وتبقى ضمن حدود الجنوب الليطاني، وهذه كرة شمال الليطاني. هذه نقطة مهمة أستاذ صلاح، لأنه ربما تحول استهداف إسرائيل لحزب الله وقواعد حزب الله إلى استهداف قوة من الجيش الإسرائيلي وحتى اليونيفيل. هل برأيك ينذر ذلك إلى أن يكون الموضوع بجميع الأطراف الموجودة على الأراضي اللبنانية، سواء الجيش اللبناني وحزب الله من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى، ما يجعل الجبهة أكثر سخونة ولا يوجد نقاط تفاهم يمكن البناء عليها للوصول إلى تهدئة؟ الجيش اللبناني يمارس أقصى درجات ضبط النفس، يعني ويدرك تماما أن مثل هذه التحرشات ما هي أهدافها، وبالتالي لن يستدرج بمثل هذه السهولة. يعني أيضا قوات اليونيفيل تسجل ما يحصل على الحدود من تعديات على الجيش ومواقع الجيش وعلى مواقع أيضا بعض دوريات اليونيفيل. إذن في هناك شاهد دولي على ما يجري في الجنوب اللبناني وعلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، فقوات اليونيفيل توثق هذه الاعتداءات، ولبنان يستعين بهذا التوثيق في تقديم شكاويه إلى مجلس الأمن الدولي. ولكن هل الفريق اليمين المتطرف في تل أبيب يصر على الذهاب بمغامرة عسكرية جديدة باتجاه لبنان؟ هذه علامة الاستفهام الكبرى. أنا أعتقد أن واشنطن تعارض بشدة مثل هذا التدبير، وهناك تقارير استخباراتية أمريكية بلغت إلى الجانب الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي ليس على مقدرة بفتح جبهتين بدفعة واحدة، خاصة بعد امتداد الحرب على فترة طويلة في غزة. نعم. والاستنزاف والخسائر التي بني فيها الجيش الإسرائيلي طوال هذه الفترة، وبالتالي القوات البرية الإسرائيلية لن تستطيع، إذا غامرت واقتحمت الأراضي اللبنانية ستكون
في وضع النزهة. لأنه ربما الجيش الإسرائيلي سحب الكثير من الألوية من الشمال حتى تشارك في حرب غزة، ربما يستطيع أن تعود مرة أخرى فيحصل كما تقول أستاذ صلاح بأنه عملية صعبة بالنسبة إلى إسرائيل. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية، شكرا جزيلا لك. عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بإمكانية التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، وأشار بايدن إلى أنه لن يستسلم بشأن ذلك الأمر، معبرا عن رغبته في التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للأسرى والمحتجزين. وأضاف الرئيس الأمريكي أن نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما يفيدها بتصرفاته في حرب غزة، ما يجعل بقية دول العالم تعارض ما تقوم به إسرائيل. وأكد بايدن أن على نتنياهو الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق في قطاع غزة. حول هذا الحوار الذي أجراه الرئيس الأمريكي مع قناة أمريكية والحديث عن وضع هذه الحرب والسعي لهدنة، وأيضا انتقاده لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سؤال نطرحه على الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت بالولايات المتحدة. دكتور، إلى أي مدى كان بايدن متناقضا في هذا الحوار؟ ينتقد نتنياهو وفي المقابل يقول أنه يسعى لهدنة، في ناحية أخرى يقول بأن لا خطوط حمراء مع إسرائيل وسنستمر في دعمها عسكريا. كيف يمكن فهم هذه النقاط إذا ما اجتمعت في حوار واحد؟ تحياتي يا ملان. يعني ما زال بايدن يستجدر إسرائيلي لا يضغط عليه، والإسرائيلي لا يكترث، الإسرائيلي لا يكترث أنه ليس هناك ضغط عليه، وكلام بايدن لا يأخذ منه كأي كلام. يعني عندما تكلم عن هدنة أن هناك هدنة وكان يأكل آيس كريم، كان يتكلم عن نزاع على الشاطئ، هذا الرجل لا يأخذ منه، هو لا يريد ضغط على إسرائيل إطلاقا، لا يؤمن بالضغط على إسرائيل، وطالما لا يضغط على إسرائيل إسرائيل لا تكترث. يعني وصل إلى حائط محدود. يعني تصور أن هذه الدولة التي تمد إسرائيل بمساعدات بشكل غير محدود لم تستطع التأثير على الإسرائيلي لإدخال مساعدات إنسانية، وذهبت إلى إسقاط المساعدات من السماء من الجو، وتريد بناء جسر بحري، يعني مرفأ اصطناعي. يعني هذا فشل استثنائي، يعني هذه القوة العظمى فشل استثنائي، وهذا الرجل يتكلم ولكن لا يفعل لأنه لا يريد الضغط على إسرائيل. تصور القانون الأمريكي، قانون المساعدات الخارجية، يتطلب قطع المساعدات عن الدول التي تقطع المساعدات الإنسانية. تصرف إسرائيل، القانون الأمريكي يتطلب قطع المساعدات عنها، requires يعني الكلمة متطلب ذلك، ولكن أمريكا لا تفعل ذلك. أمريكا شريكة في الجريمة، شريكة في الإبادة، وهذا الرجل بايدن لا يأخذ منه أي شيء. نعم، السؤال هنا دكتور، لماذا إذن يحاول بايدن إيجاد سبل أخرى ليقول بأنه يسعى لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، إما بإلقائها من الطائرات والتي تسببت في إصابة كثير من سكان قطاع غزة، ربما أيضا تقارير تقول بأنه قتل أشخاص نتيجة لإلقاء هذه المساعدات فوق رؤوسهم، ومن ناحية أخرى يقول بأنه سينشئ ميناء بحري في غزة سيتخذ أسابيع حتى يتم إنشاؤه، ويرسل سفينة محملة أيضا سفينة الدعم الأمريكية بيسون التي أبحرت إلى شرق المتوسط لتقديم المساعدات والمساهمة في بناء هذا الميناء. لماذا يبحث عن بدائل في حين أن البدائل الأسهل موجودة وهي متاحة على الأرض ولكن تمنعها إسرائيل؟ هل يريد أن يغسل يديه ويلبس ثوب الإنسانية كما قالت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأنه يسعى لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة؟ يعني شوف، هي فضيحة، هذا المرفأ الاصطناعي يأخذ أشهر وليس أسابيع يقال، وهناك فضيحة وهناك حراج كبير. يعني في هناك أمريكيين كثر في الحكومة وفي خارج الحكومة، في الإدارات الأمريكية محرجين،
كيف يمكن هذه الدولة العظمى، هذه الدولة المهمة التي تدعم إسرائيل بلا حدود، أن لا تستطيع أن تؤثر على الإسرائيلي لإدخال مساعدات؟ تصور يعني لفترة كان يقال لا، لماذا لا تضغط على إسرائيل، أمريكا لا تضغط على إسرائيل لخلق دولة فلسطينية لوقف الاستيطان. تصور يعني هذا كان الكلام، يعني اليوم لا تضغط أمريكا على إسرائيل في الطعام، هناك استخدام الطعام كسلاح. الأمريكي يعرف، بايدن يعرف أن الإسرائيلي يستخدم الطعام كسلاح، وليس اليوم، الموضوع من أكثر من 150 يوم يستخدم من بدء الحرب. قال الإسرائيلي قطع كل شيء. نعم. فبايدن يعرف ذلك، ولكن بايدن عنده ضغط دولي وضغط داخلي، عنده ضغط داخلي انتخابي، عنده غضب بالشارع الديمقراطي، عنده فضيحة أنه أمريكا حقوق الإنسان قانون الدولي، وصل الأمر إلى التجويع، إلى التجويع. تصور يعني لكن هاي فضيحة. نعم. سقوط مضوي. ولكن مع كل هذه الضغوطات دكتور يستمر في دعمه إلى إسرائيل بلا خطوط حمراء. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من ولاية كنتاكي، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه التغطية، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.